قابلة والله انا تفاجأت وميم طون فرحت والله شفت كيكة قلت اموا خاطر ماش نعرفه صي وماش غير نسيوئية ماهيش من المنتخب اللي سهل شفناه في الكان الاخرى قلت اموا الكود بوست تاع الجمهور تكون موجودة وكانت وفما حاجة اخرى الحقيقة والله عجبتني على الاخر هي النظام تاع الزون ميكست في الديكلاراسيون وغيره حاجة منظمة على الاخر ذاك النظام الداخل لما نظام برا فماش برا ما فماش وانا الحقيقة امشيت انت نايمة لا امشيت سمريت ومتلف زمان بالحق والله اما فما زون ميكس عملوا لي زون ميكس يعطيه الصحه قيصر جيز والناس اللي عاملين اما زال اللي برا الحقيقه اللي برا ما يجي قاعد بيجي قاعد بيجي به دونك فما حاجتين هذوما حاجات الحقيقه ديما ذيك كلمان كورونت مانيش عارفه انا العباد هذوكم اللي برشا شي يعملوا يا اخي مشكلتنا مان كورونت في والله الحقيقه في تونس معناها تو علاش المان كورونت في العالم الكل تلقاها ملاعبيه اداريين والا المونترونور كل الفوق وتلقى المراقب ومعاك اداريين هذوك قداش من إداري قداش من إداري معناه بالحق الباقي الكل ما تعرفش شكون اي برشا بالحق المان كورونت عندها مشكلة كيف المنتخب كيف النوادي راه وكأنه الناس كل تحب تهبط مش فهمتش علاش المحبة جاتهم في التيران أنا من اقعد الفوق في اللوج في التريبيون دو بريس يا خويا في بلاصة أخرى علاش تلوم عليهم الفلوس لوم اللي خلاهم يقعدوا غاد اي فوالا هذا هو احنا حسام كي نلومش عليهم هما واحد يلقى روحه في التيران وقريب للجوارات ويحب كذا ثم برشا ناس تحب صحيح اما ما تلومش عليه هو كي تعطيه انت الفرصه تلقى سيكوريتي في الاوروب وتلقى معنا الملاعبيه وستاف تكنيك وغيره ما تلقاش بالحق الفوضى ذي القاع بيجي فاش قلت لك اي بس بوبليك المنتخب نعيم ليه شوف هو من الاول كانت نورمالمون مجانيه الدخول راه فهمتني ما فماش علاش انت تحطهم لي بيل لي تيكي ب 15 وكذا ب 10 انا نقولها من الاول مجانيه الدخول افكتيفمون هاك الجمهور تلقاه موجود يحب راه الجمهور تحب المنتخب ويحب يتفرج في المنتخب بارتي معناها مهمه بالنسبه المنتخب ولقاه موجود هك شفتهم جيوا بعائلاتهم بصغارهم بنسيهم الكلهم على بعضهم وشجعوا من بداية المباراة حتى صحيح فما كان شوية تصفير في الميتون فما عليش مغشي معناها سامحني انت مردود كيف هكاك ما تحبني ما نجمش نصفق لك انا فهمت لكن بعد عاد رجع دوزي ميتون وبديت وقت اللي بدا شويه الماكينه هكا خدت على المنتخب تحس بداو يشجعوا كذا حتى في ضربه الجزاء كيف كيف معناها الناس تشجع الناس تصفق فما راهو جمهور نتاع المنتخب وقت اللي يلقى راهو اداء ويلقى ملاعبيه ويلقى جو مزيان تلقاه موجود وانا شفناه نحن في الدورات الكل في التظاهرات الكل تلقاه في الامارات تلقاه في قطر تلقاه وقت اللي تقول معناها المنتخب يدور ويسافر تلقى جمهور نتاع المنتخب راه تقول ما نقولوش ما عندناش صحيح نلبس مريول كذا ولا محليها زاد التصويره هذيك راه اللي تعديت فيها الكلوب والاسبيرونس والاتوال والخمسه هذوكم الحقيقه تصويره مزيانه برشا تعديت هذا هو معناها الجمهور لكن بالنسبه للمنتخب نرجع نقول كما حسين معناها فماش حتى مردود كانت عندك انتظارات اخرى معناها انت نعيمه كي نشوفوا بعد الكان مثال شو بعد الكان الحقيقه كنا راه تسالنا السؤال هذا بعد الكان بعد التورنوا اللي عملناها المقابله نتاع كاليفيكاسيون كوب دي موند اليوم كانت عندنا انتظارات معناها 50-50 يا اما باش نشاهدوا منتخب اللي نسينا في الاديسيون الماضيه وبالكوب دافريك الاخرانيه والا باش نشاهدوا منتخبنا ذاك تفاجئنا الحقيقه بمنتخبنا ذاك ومستوى ليه مش تتفاجئ لكن ما فماش انا كجملتين اللي قاعدوا يتعاودوا البارح منتخب بلا هويه معناها حتى ليدونتيتي معنا ليدونتيتي نتاعنا شيء حسام ما نقولوا منتخب دفاعي معنا البارح لا رينا حتى شيء لا رينا منتخب دفاعي لا رينا منتخب هجومي يمكن البوسيسيون ستيريل نتاع المنتخب الغينا الاستوائيه كان جات معناها افيكاس اكثر كنا نجموا نقبلوا اكثر من هدف راه فهمتني لكن بالنسبه لي انا الدوره اللي تعديت في مصر هكا شويه هكا امل قلنا يعني مانغري كو نوفيل زيلاند فياسكو معناها الماتش هذاك ماهوش الماتش معناها تجي تقول لي انت نوفيل زيلاند وتونس فرق بعيد راه حتى في الترتيب في كل شيء حتى في ترتيب في الـ في الـ في التاريخ في التاريخ في كل شيء معناها بعد على بعضنا حتى تير كادري شويه امل في 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 ماتش كرواتيا قلنا هك لكن البارح راهو فما حتى شيء فماش كرياتيفيتي ما فما حتى شيء ميم لي كاليتي جوار معناها بالحق كل مره قاعد تكتشف اللي فما ملاعبيه صحيح يلعبوا في الاوروب لكن وقت اللي تسحقهم كي تشوف العاشور تقول انت زعما انت لومبلاسمون نتاعو وزعما لكن انا مثلا العاشوري في كوبنهاغن وربيطة ابطال اي وقتاش انا باش نلقاك في المنتخب معناها انا وقت اللي نجيبك لازمك تعاوني شويه بلوز او موا سيف الله الطايف دوزيام ميتون ممكن هكا يحارب شويه مالغري كو هذيك الاخرانيه راهو نورمالمون شوف
نلعب في لو نيفو في سويسرا في كذا هذه كان عديها باس غير نيفو اي جوار اي جوار راس خرج له في اللاكس تخمام اللي عامله تخمام خايب على الاخر بالنسبه لي انا فسخ اللي عامله في الميتون قلت لي دخل في الميتون ما يجيش هكاك انت تلعب في راهو باس تعطي لجويني وتبارك الله عليكم ينجم يحرق بعض بوتو هذاك خاطر انا ريتني هذوما نتاع ستة نقاط ونحاو ستة نقاط بعد ما تعرفش عليه شنو يصير في الكوليس عادي جدا انهم ينجموا انا ما نمشيش بمونتاليتي انه راهو غينا الاستوائيه ما حيلها ستة نقاط لي خليه الحساب كيما هو عندها ستة نقاط وموجوده في الترتيب بالنسبه للمنتخب برشا مراجعه يظهر لي برشا كلام يلزموا يتقال برشا حديث يلزموا يتقال انا اللي وقفت اللي وقفت بون فنيا ديما اهل الاختصاص ما انا جوست حاجه بركه من الديكلاراسيون نتاع منتصر وقت اللي دي تقول لي انت تقلقني فتره جوان شو معناها تقلقني فتره جوان بدلو نلعبوش في جوان معناها شو معناها تقلقني قال لك يقول لك سي كومبليكي معناها انا قاعدين نشوفوا في الماتش يعاودوا فيه للسيليكسيون اي انا قاعدين نشوفوا في قلت لكم في الماتش في الماتشات الوديه اللي قاعده تتلعب ناس تربح بالخمسه ناس تربح بالثلاثه ناس معناها وانت عندك لا بلوبار نتاع الملاعبيه يظهر لي كلهم يلعبوا في البرة هكا ولا ليش شكون عندنا نحن تونس ابار مريح شكون عندك انت يلعب في تونس معنيش الاخرين الكل وقتاش كملوا بطولاتهم بشير بن سعيد وياسين مازالوا عندهم جمعتين معناها شو باش تقول لي تقول لي انت ماهمش كومبيتيتيف ما سيء ما عادش معناها بعد السيزون هذيك اي ولي هاني نتفرج قلت لك في لي ماتش نبدا وديات ناس 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 كوروا عندها كوب دوروب جاي في جويليا الحقيقه التعليت هذيا التعليت هذيا الحقيقه انا بالنسبه لي تعليت وهي باهي هاي يعطينا زعبار تصريح حكي على المنتخب المنافس غين الاسيوية الادفرسير بطبيعة كان حكي عليه منتصر لوحيشي كما حكينا في الكان على منتخبات كما هكا نقول والله ما عادش فما منتخبات صغيرة وما عادش فما أربعة بلاش وثلاثة بلاش وخمسة بلاش ونجيو اليوم نحبوا نربح أربعة وخمسة بلاش هنا فيرتير من لعبية للشيء هذا واللي استنيناه لقيناه سوني تري تري كوستو وشفتوا معناها الزوز من لعبية اللي جاوا بعد كوب دافريك ما كانوش موجودين في الكان لدو ميليو تيران وبيان يلعب في الساسور وسورتو نمرو خمسة ماسكارين أول مرة يلعب معهم ملاعب بتيتولير في مايوركا في إسبانيا سان جور دو غروند كاليتي اللي قلقنا برشا في لي موفمون نتاعو في لي ديبلاسمون نتاعو ونا أجوستي البلاسمون نتاعنا هذاك علاش كنا خير أون دوزيام ميت هذا دونك منتصر لوحيشي يحكي على المنافس اللي هو غينيا الاسيوية 17% مقتنعين ببرد المنتخب باختيارات المدرب و83% لا من جملة اللي صوتوا في السونداج على شانل يوتيوب ديوانا فام لايف وحسام يشوفني كشنو معناه 17% هو موجود قدامك حقهم حقهم كل واحد وراء ورايو لا كانوا 12 كانوا 12 ولا 17 هيا سيد دكتور حكاية الولاد على معناه استنينا شنو بشي بدل منتصر ونيس البوسعايدي في الفترة الأخيرة